كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر، ولذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان آخر. أجمل الأسرار الكامنة وراء الباب الموارب، وراء بابك. فهل نقول لك شكرا؟ لم أسمع عاشقين يقولان شكرا. لا عزة تنسى من خانها.